وجوب يعني التكوين، وجوب وضع مكلف بالمطابقة لدى هذه المؤسسات المالية. وهذا السنة نعملوا تحسيس، نعملوا تكوين، وجبنا استدعينا سي تي ار اف، خلية تاع لو تريتمون دو رونسينيمون فينانسي، كاين لا كوسوب، الخزينة، باش نشوفوا كيف هذه عمليه المطابقه تكون بالنسبه لهيئات الرقابه، وتكون بالنسبه لمؤسسات ماليه، وكذلك بالنسبه لشركات غير ماليه.